ولنقاشي المستجدات الأخيرة في الملف الفلسطيني ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس المحتلة الكاتب الصحفي الفلسطيني توفيق محمد. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بك. سيد توفيق، بعد استهداف مواطنة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال شمالي القدس، كيف يفسر تبرير الاحتلال بقتل هذه المواطنة؟ يعني الاحتلال الإسرائيلي يدعي دائما عندما يقتل المواطنة الشهيدة أو غيرها أن الشهيد أو الشهيدة قد شكل خطرا على حياة جنوده، ولذلك قام بإطلاق النار على ما طبعا يسمونه جزافا وشسمه مخرب. فطبعا هذا الادعاء غير الصحيح، دائما جاهز، والتعليمات العسكرية المعطاة للجنود تسمح لهم بإطلاق النار على من يقوم بالاعتداء عليهم أو من يظنون أو يعتقدون أو يحللون أنه ممكن أن يشكل خطرا على حياتهم. هذا طبعا التبرير جاهز دائما، ولذلك يعني نلاحظ أنه في حالات كثيرة عندما يستشهد مواطنون، رغم أن المحامين ورغم أن كل الوقائع تثبت أن الشهيد لم يكن يشكل أي خطر على الجنود، أو لم يعتدي أو لم يفعل ما يستدعي حتى اعتقاله وليس قتله، إلا أن المحاكم الإسرائيلية غالبا ما تبرئ هؤلاء الجنود أو قوات الأمن المختلفة، وإن أدانتهم وحكمت عليهم يكون الحكم أكثر من مخفف، وبذلك طبعا دائما يأخذون الضوء الأخضر، هذه الأحكام تعطيهم الضوء الأخضر لمزيد من القتل والبطش في أهلنا الفلسطينيين. سيد توفيق، ما مدى ارتباك مواقف الاحتلال بعد مسيرة الإعلام أمس؟ يعني في الواقع أعتقد أن مسيرة الإعلام كانت الحد الأدنى المتفق عليه. واضح طبعا نحن أمام حكومة جديدة، وفي أعقاب حكومة حكمت رئيس حكومة حكم مدة 12 عاما. الآن طبعا نحن أمام رئيس حكومة جديد وحكومة جديدة مشكلة من 8 أحزاب، ليس هناك ما يوحدها سوى أنهم مجتمعون على التخلص من بنيامين نتنياهو. ولذلك كانت هذه الحكومة طبعا تعتقد أو هكذا يضعها المجتمع الإسرائيلي بالامتحان الأول فيما يتعلق بمسيرة الإعلام، خاصة وأنها مرحلة من الحكومة السابقة. نحن نعلم أنها كانت من المفترض أن تجرى أو تعقد قبل 10 أيام، وأجل القرار بها ثم ألغي ثم أجل إلى أن وصل إلى هذه الحكومة. ولذلك الحكومة كانت تريد أن تثبت للمجتمع الإسرائيلي أنها لن ترضخ لتهديدات حماس بأنه إذا أجريت المسيرة في القدس سوف يتم تجديد إطلاق الصواريخ، وهذا من جانب. من جانب آخر طبعا لا تريد طبعا ان يعني ان تلغي المسيره، لانها امام مجتمع يعتبر ان الغاء المسيره يعتبر هزيمه امام العدو. نعم، معك. كانت المسير سيد توفيق، فقط لضيق الوقت وبالحديث عن مسيرة الأعلام في القدس أمس، أسفرت عن مواجهات بين الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال وبعض المستوطنين، إلى أي مدى أثرت عملية سيف القدس على موقف الشباب المقدسي في الدفاع عن الأرض؟ لا شك طبعا أن الاعتداءات الإسرائيلية التي يتعرض لها شبابنا وأهلنا والمجتمع الفلسطيني عموما قد اثر ايجابا على المجتمع الفلسطيني، عموم المجتمع الفلسطيني، بحيث يعني الناس بدات تدرك او هي تدرك، ولكن الادراك اصبح اكثر واكثر ان المسجد الاقصى المبارك وان مدينه القدس خط احمر، وهذا ادى بهم الى العوده الى منابعهم الى مبادئهم الى اصولهم والتفافهم حول القضيه التي توحدهم التي هي القدس والمسجد الاقصى والدفاع عنها. وهذا طبعا ارزق المشهد الإسرائيلي، خاصة وأنه في الجانب الآخر هناك المستوطنون المتطرفون الذين أيضا يشدون من جانبهم. هذا أحدث طبعا إرباكا في كافة المشهد الإسرائيلي. أطلق المتظاهرون في غزة البالونات الحارقة، ما أدى إلى رد طيران الاحتلال عليها. ما مدى إمكانية رد المقاومة في الساعات القادمة بعد الغارات التي شهدتها غزة فجر اليوم؟ اعتقد ان الجميع ليس معنيا بمواجهه جديده، المواجهه انتهت ليس قبل يعني
ليس قبل اكثر من اسبوعين ونصف، قبل اسبوعين ونصف كانت هناك معركه كبيره جدا استشهد بها قرابه 200 فلسطيني ناهيك عن الدمار الكبير الذي احدثته وعن الجرحى وعن يعني الكثير من الخراب. ايضا في الجانب الاسرائيلي كان هناك طبعا تداعيات كبيره جدا لهذه المواجهه. اعتقادي الذي يكاد يكون يعني هو الراي السائد، ليس اسرائيل ليست معنيه بمواجهه جديده، ايضا في غزه ليسوا معنيين بمواجهه جديده. اعتقد ان الامر انتهى هنا، فيما لو تم التغلب على قضيه المال القطري الذي من او الدعم القطري الذي من المفترض ان يصل الى غزه. اعتقد ان الدعم القطري هو كان احد الاسباب الرئيسه لهذه التصعيد الاخير، فيما لو تم التغلب عليه واعتقد انه سيتم التغلب على هذه المساله. الكل ليس معنيا في مواجهه جديده. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الفلسطيني توفيق محمد، حدثتنا عبر الهاتف من القدس المحتله.